حسين فتحي مدربة شابة مولوعة الحمد لله تربيت على المدارس التربية ذات مبدأ تؤمن بكل ما هو تربي وفني راقي. معكم نورا الزاهي فنانة مغربية. أنا جيت سعيدة بالحضور ديالي في حفل تكريم الفنانين الصحفيين وجيت سعيدة بالحضور ديالي ضمن الفنانة اللي موجودين هنايا وماشي أول مرة غنحضر يعني ديجا حضرت وحفلة رائعة. كنشكر سي عبد العلي غاوي المشرف الفني على هذا الحفل هذا وكنقول لكم مبروك الاحتفال الصحفيين. السلام عليكم معكم فنان مغربي من ديال إيطاليا شكرا بزاف على الضيافة وهذه فرصة كبيرة أنني متواجد في هذا الحفل. جيت سعيدة بوجودي في التظاهرة اللي هي تكريم الصحافة الفنية من طرف نادي الفنانين المغاربة في شخص رئيسه السي الفنان عبد العلي الغاوي وسيد كذلك سيد عبسان الخلوفي اللي هو كذلك عضو من المكتب ديال نادي الفنانين. فهي صراحة تظاهرة جد 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 أنا كنعتبرها يعني إيفينمون أساسي في السنة الفنية لأنه كيدار كل سنة وهذا شرف لنا كفنانين لأننا كنجيو كنحضروا كنعملوا علاقات أخرى مع الصحافة وكيكون أن كونتاكت ديريكت مع الصحافة المغربية اللي صراحة هي سبب نجاح يعني عندها نسبة كبيرة في نجاح الفنان المغربي. أهلا معكم سمر خالد سن 23 سنة فنانة سعيدة. جيت اليوم لهذا ليفينمون اللي دايرينه دار الفنانين بحكم انني سجلت اخر اعمال ديالي مع الفنان عبد العلي الغاوي اللي كانت مكلماته والحانه اللي غيتم العرض ديالها في هذا المهرجان اللي غيكون في لو 21 لو 23 ديسمبر. كنتمنى ان الاعجاب الجمهور وكل الناس اللي كتابعنا. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.